للحديث عن تطورات الحرب على داعش ينضم إلينا من لندن المحلل الاستراتيجي دكتور فواز غازي حلمي، ومن نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. مرحبا بضيفي الكريمين. لنبدأ من نيويورك مع أستاذ فتحي. الأعضاء الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يبلغون أوباما رفضهم لشن حرب برية ضد داعش. عن أي حرب برية يتحدثون؟ والإدارة الأمريكية بالأساس غير عازمة على المضي بخيار القضاء على التنظيم كما يتهمها البعض. أنا لا أدري من أين يأتون أن الإدارة الأمريكية ليست عازمة على القضاء على التنظيم، ولكن بالنسبة لموضوع الحرب البرية فهذا الموقف هو معلن منذ بداية الأزمة وبروز اسم داعش على الساحة الدولية عندما خرج من سوريا وبدأ يتمدد باتجاه العراق. الإدارة الأمريكية أعلنت منذ البداية بوضوح شديد أنها لن تقوم بوضع جنود على الأرض، ولكن قرار مجلس الشيوخ يفتح الباب أمام إرسال مستشارين عسكريين يساعدوا الحكومة العراقية والجيش العراقي، وبالإضافة إلى الأعمال الاستخباراتية والغارات الجوية. لن الوسيلة الفعالة التي يجب أن يتم اتخاذها هي التعاون العربي الإسلامي بين العراق والدول الجوار والدول العربية والإسلامية الأخرى في مواجهة خطر هذا التنظيم. يجب أن ننوه على نقطة هامة جدا، أن البروباغندا أو الدعاية التي يقوم بها تنظيم داعش أو الدولة الإسلامية تبث بأكثر من 20 لغة، تحديدا ب23 لغة. هذا التنظيم هو حالة فريدة، هو عابر للدول والجنسيات ويستقطب أفراد من مختلف أنحاء العالم. سيدي يبدو أنه حالة فريدة بالفعل. لننتقل بذلك إلى ضيفنا من لندن دكتور فواز. دكتور، يبدو أن الولايات المتحدة عازمة على القضاء على داعش. والله بالنسبة لي أستاذ، شكرا على الاستضافة. أنا يبدو لي دون وجود قوات برية على الأرض، الولايات المتحدة مهما قالت ومهما كان حجم الطلعات الجوية لا يمكنها القضاء على داعش، لأنها لا تريد ذلك. إذا لم تكن هناك قوات خاصة بمستوى القوى الفرقة المظلية 82 و101 وإلى آخره من والرينجرز والقوات الخاصة الأمريكية تدعمهم قوة جوية كبيرة تتوغل في الأراضي اللي تتحرك فيها داعش، لأنه داعش لا تحتل. يعني أنت قد تشاهد تتقدم داعش في موقع معين ثم تنسحب، وتقول البيانات وزارة الدفاع العراقية اللي هي غير معقولة من الناحية العسكرية أنه قضوا عليهم وأنه انسحبوا وأنه تمكن، هو لا، هي تنسحب لحالها، تنفذ غرض معين وتنسحب لأنها تنظيم مائع ليس له مقرات. فالمسألة مال الهزائم الملحقة بداعش عن طريق جيش مهلهل من الفضائيين والضباط الغير الكفؤين في العراق، حتى المستشارين الأمريكيين لن يتمكنوا من تأهيلهم، لأن يؤهلوا ماكو ماذا؟ بعدم وجود مؤسسة عسكرية فاعلة، بعدم وجود عقيدة قتالية للجيش العراقي أو ما يسمى بالجيش العراقي، ولا يعدو كونه ميليشيات، هو لا تعلم من أين أتوا وكيف تم تدريمه وكيف منحوا الرتب. بهذا دعنا نسمع رد ضيفنا من نيويورك، كيف تردون على ذلك؟ أنتم يعني في الولايات المتحدة غير عازمة. بالنسبة لوضع الجيش العراقي، الولايات المتحدة مصممة على القضاء على داعش، ولكن يجب أن تتعاون الدول الإقليمية في نطاق الشرق الأوسط في تقديم القوات البرية إن أرادوا. الولايات المتحدة سياستها الخارجية والعسكرية اختلفت من إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش. لماذا لا تتعاون الولايات المتحدة مع الحكومة السورية إذن مثلا في القضاء على داعش؟ الولايات المتحدة التي استطاعت التغلب على الجيش العراقي كاملا في أيام صدام حسين في 10 أيام، يعجزها تنظيم غير مفهوم وحالة فريدة كما سميتموها، وتقول بأنه يتطلب 30 سنة. لماذا لا تتعاون مع الحكومات على الأرض مثل الحكومة السورية؟
الحكومة السورية حكومة خارجة على القانون الدولي، الرئيس بشار الأسد هو مجرم حرب يجب أن يتم محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهذا سيحدث في المستقبل، لا يوجد لدي شك في ذلك. ولكن عندما نتعامل مع وضعية داعش، أين الدول العربية والإسلامية؟ داعش تهدد الحدود السعودية، لماذا لم تقدم المملكة العربية السعودية بجنود وهي لديها جيش وتسليح على أعلى وأفخم مستوى؟ لماذا لم تتقدم تركيا؟ لماذا لم تتقدم الأردن؟ لا يجب أن يتم الاعتماد في الشرق الأوسط على القوى العسكرية الأمريكية. هذه الدول لديها جيوش ولديها ميزانيات تسليح، يجب أن يدفعوا ضريبة الدم. الشعب الأمريكي رافض رفضا باتا أن يتم تعريض حياة أبنائه إلى الخطر في حروب لا ناقه لهم فيها ولا جمل. نعم، يجب أن نعي هذه هذه الوضعية تماما. نعم، لنرى هذه الحالة. دكتور فواز من لندن، الحكومة العراقية هي من جنت على نفسها براقش، هي التي أفسحت المجال، هي التي تركت لداعش الفسحة وللولايات المتحدة ربما فسحة أكبر، وفي الأخير لم يتحقق شيء. إذن هذه نتائج أعمالها. هذا عين الصواب. يعني في الإدارة السابقة للسيد نور المالكي كان هناك حكم فاشي طائفي بامتياز، وتجد أنه حتى الاعتقالات العشوائية تشمل ناس 90% من المعتقلين من مكون واحد ويعذبون تعذيب سادي لم يسبق له مثيل. أنا متعجب الأستاذ أحمد فتحي لما يتكلم لماذا لا يتكلم عن نور المالكي نفسه بكونه مجرم حرب وأداة التعذيب الوحشية اللي كان يستعملها ضد العراقيين، يعني لغرض الاضطهاد المذهبي، لا يعتبره مجرم حرب ويعتبر بشار الأسد رئيس شرعي منتخب في سوريا مجرم حرب. هذا لا أفهم هذا الكيل بمكيالين. الرئيس بشار الأسد رئيس سوريا، انضربت الإدارة الأمريكية. أي شرعية لبشار الأسد؟ أي شرعية لبوش أن يدخل العراق؟ رئيس بشار الأسد لا يوجد أي شرعية. من أعطاه بشار الأسد ارتكب من الفظائع ما يجعل بعض قادة الكتائب العسكرية في الجيش النازي خلال الحرب العالمية الثانية يتوارون خجلا. ما يحدث في سوريا، نحن نصل إلى حوالي 200,000 قتيل في سوريا من أبناء سوريا بأيدي النظام السوري. وجيش جورج بوش الابن قتل 1,870,000 عراقي. والمالكي ليس أفضل حالا يا سيدي. أستاذ فتحي، رجاءً سأنتقل إليك. المقارنة كيف؟ لا تقاطعني. شيء لا تقاطعني. دكتور فواز حتى أكمل الفكرة رجاءً. لا تقاطعني. إذا كان هناك مجرم حرب حقيقي هو جورج بوش الابن وقيادته العسكرية التي ظللت العالم بأكاذيب لا أساس لها من الصحة لتبديل النظام بالعراق والاستحواذ على ثروات العراق النفطية بشكل غير مشروع، يعني عمله لا يختلف عن عصابات شيكاغو والمافيا. دكتور فواز، بهذه النقطة بالتحديد دعني أسأل الأستاذ فتحي. يعني بدت في الأيام الأخيرة الولايات المتحدة ربما مكشوفة أمام العالم في أن أسباب الاحتلال كانت مزيفة، استمعتم إلى ذلك في التقرير ربما بشيء من التحليل. الولايات المتحدة راعية الديمقراطية وحقوق الإنسان والباحثة عن الأنظمة الشرعية وعن حقوق الشعوب، هي نفسها تعذب سجنائها وتدان من طرف في العالم أجمعه. كيف أن تقدم حجة مقنعة لأنها تريد القضاء على داعش وبأنها تريد التحول إلى منطقة آمنة وهي في الحقيقة هي المستفيد الأكبر؟ قبل أن نسترسل من خرج بهذا التقرير وهذه وفضح ممارسات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA وفضح كاذب إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، هو الكونغرس الأمريكي ووكالة الاستخبارات الأمريكية. أمريكا ليست كاملة ولكنها قابلة للاكتمال، وهذه عبارة بعد خراب البصرة يعني مستقرة. نعم. في الوجدان الأمريكي. نعم. يوجد أخطاء، دكتور يوجد فواز أخطاء ونعترف بها. نعم. ولكن أيضا يوجد معايير
لملاحقة هذه الأخطاء ومحاسبة المسؤولين عليها. هل حبا في المنطقة وحبا في العراق وأهل العراق وسوريا وأهل سوريا تكشف ربما هذه الوثائق السرية؟ هذا سؤال يطرح. أنتقل إلى ضيفي في لندن. الولايات المتحدة والسياسة الخارجية لا فيها حب ولا غرام. سأعود إليك ربما في مواضيع الحب والغرام السياسية في المنطقة. دكتور فواز، هل تعتقدون بأن المنطقة كانت يعني المنطقة العراق وسوريا كانت قادرة على مواجهة داعش دون تدخل من الولايات المتحدة، دون غارات التحالف الدولي وبتكاتف جهود محلية؟ في الأخير لا شيء يتحقق على الأرض. بالفعل أنه بالنسبة لسوريا أكشلي نتيجة للدعم الغربي والدعم الإسرائيلي للفصائل المسلحة المعادية للنظام السوري أضعفت الكثير من إمكانيات الدولة السورية والجيش العربي السوري الذي بقى صامدا لمدة 4 سنوات ولا زال يقاتل. يعني لو كان الجيش هذا ترك لحاله كان تمكن من جبهة النصرة والقاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية والجيش الحر الممول والمسلح إسرائيليا. الآن توجد تقارير ما لا أعلم مدى صحتها أن هناك مقاتلين إسرائيليين ناطقين بالعربية يقاتلون في صفوف الجيش الحر كما كان عليه جيش أنطوان لحد في جنوب لبنان، ويقولون هذه قوة من أجل الديمقراطية وأمريكا تريد تسقط بشار الأسد وتغير النظام. نعم. لتحقق ديمقراطية الجيش الحر الإسرائيلية. يا أخي هذا أي منطق هذا؟ يعني بعدين لا تنسى أن ما حصل في أبو غريب يكفي. هؤلاء نعم. الساديين من أفراد القوات المسلحة الأمريكية كانوا يتلذذون بالتعذيب علناً ولم نعم. ولم يحدث لهم شيء، لم يحكم أحد منهم بأي عقوبة. دكتور ويقود يتحدث عن الديمقراطية. لا توجد ديمقراطية في الولايات، يوجد هناك نظام شمولي. العسكريين الذين كانوا يقومون بالتعذيب في أبو غريب تم الحكم عليهم عسكريا ب7 سنوات في السجن. توضيح بس وتصحيح. دكتور أستاذ فتحي، واشنطن تسعى القتل المدنيين في الفلوجة. دكتور فواز رجاء، واشنطن تسعى سيد فتحي لتجنيد الجيش العراقي ليكون تحت إمرتها في مكافحة الإرهاب الذي كان وجوده في المنطقة بسببها أصلا. كيف يعني يتفق أن يكون لدى الولايات المتحدة هذا المعيار؟ يعني تدخل المنطقة في وضعية غير آمنة ثم تعود لتنقذها من هذه الوضعية. ما الذي تريده الولايات المتحدة؟ نتذكر أنه قبل الانسحاب الأمريكي من العراق في 2011 عارضت الحكومة الأمريكية على حكومة المالكي توقيع المعاهدة الأمنية ورفض المالكي بإباء، واحترمت الولايات المتحدة الأمريكية تعهداتها بالانسحاب من العراق وانسحبت من العراق. وماذا فعل المالكي؟ قام بتشكيل جيش على أساس طائفي بغيض، لم يدرك المتغيرات التي حدثت في العراق، لم يدرك المتغيرات التي حدثت في الساحة الإقليمية والدولية، وبسبب ضيق الأفق وصل العراق إلى ما وصل إليه. يجب أن نتذكر أن أكبر انتصار حققته داعش في العراق هو الاستيلاء على ثاني أكبر مدينة في العراق وأرصدة البنك المركزي، مما يجعل داعش اليوم أول تنظيم إرهابي في التاريخ لديه تراكمات مالية ويمتلك مصادر سيادية. عندما عبر ضيفك الدكتور نعم. فواز من لندن نعم. أن داعش تقوم بالانسحاب نعم. من المواقع نعم. يا سيدي، داعش لديها أبار بترول ومصافي بترول تتحكم فيها ولديها دخل يومي منها. سيد فتحي أعتذر شديدا منك، شكرا لكما وأعتذر لكما ضيفي الكريمين من لندن المحلل الاستراتيجي دكتور فواز غازي حلمي ومن نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي، شكرا جزيلا لكما. أدركنا الوقت.